مش إخاء مطر حتى يتسلل. Les accompagnateurs, dites à votre enfant d'aller doucement, s'il vous plaît. Doucement, chouette, continuez le bain. Les parents, s'il vous plaît, vous vous reculez un peu pour laisser tous les coureurs arriver, franchir tranquillement la ligne d'arrivée. On peut les applaudir. Ils ont parcouru ces 1600 mètres en moins de 5 minutes, c'est une très belle performance. دائما قطار تعريات البارادون الدولي بمدينة الدار البيضاء رقم قياسي في المشاركة لكل هؤلاء الأبطال براعم المستقبل وهدفا إن شاء الله. السلام عليكم. عندي نقاش عام كلمة الجمعية كلمة مقاطعة سيدي مليون وجمعية تحول. بالنسبة للماراثون هذا كان ما دخلت المرتبة الثانية حتى متفوق في المرتبة الأولى ورغم واحد الديكالاج ديال الديكوار، ولكن كنت في حسن الظن والتكام بفضل ديال الأستاذ. ديال محمد واصيل رئيس جمعية حواس الخمس وتمثل مقاطعة سبليوت. اليوم الحمد لله دارت الماراثون في أجواء جد جيدة والوليدات ديالنا كان عندهم الصدق أنهم ياخذوا المراتب الأولى، فالوليدات كيلعبوا المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة، وهذا شرف لمقاطعة سبليوت وشرف لنا جميع أن وليداتنا كانوا في المستوى. تنشكروا المنظمين على هذا الماراثون هذا اللي بكل صراحة كان في المستوى ولي رابعة مرة أظن أنه كينضم الوليدات الصغار اللي أقل من 12 سنة و 13 سنة. فالحمد لله اليوم شاهدتوا معنا المرحلة الأولى ديال هذا الطبعة الرابعة عشر ديال الماراثون الدولي ديال مدينة الدار البيضاء اللي الحمد لله هذه السنة كسنة الفارقة إن شاء الله الرحمن بدات بشرف الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله اللي إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي تزيد تحفزنا باش لأن المراحل اللي غادي تجي من بعد يوم فهي تكون إن شاء الله في المستوى العالي. فالحمد لله هذا الصباح ديال الأطفال اليوم يعني مر بواحد الظروف جد طيبة وجد مشجعة بالنسبة لنا. فالآباء الحمد لله يعني داروا فينا الثقة وعطاونا وليداتهم باش نجريو هذه المسافة اللي تروحات بين 1100 و 1300 متر وللأعمار كيف شفتوا كانوا بين 4 سنوات حتى 14 سنة والحمد لله. فالحمد لله الرقم اللي تحقق في هذه الكيسان هو حقيقة تيشجعنا كيف تعرفوا الهدف ديالنا هذه السنة كاينين جوج اهداف. الهدف الاول فهو انه تكون يعني المشاركة مكتفة اكثر من السنة الفارطة، والهدف الثاني اللي هو عنده واحد الطبعة رياضية هو انه ان شاء الله الرحمن الرحيم يحسنوا شيئا ما الرقم ديال الماراثون النسوي. ونتمنى الله ان شاء الله الرحمن الرحيم يكونوا
يعني في المواعيد. فالحد الساعة الحمد لله يعني كي تتعرف الفترة امتازت بأن نقطة الدبا الانطلاقة ونقطة الوصول غادي تكون هنا في مركب الأمان. فإن شاء الله الرحمن الرحيم التحفيز من مجلس مدينة الدار البيضاء اللي هو المنظم المنظم يعني المنتدب إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نحاولوا باش يكون التنظيم في المستوى وباش إن شاء الله جميع المشاركين غدا يكونوا في واحد الظروف اللي تسمح لهم باش يعطيو الأحسن من ما عندهم يعني من من من, من, من في إطار السباق اللي غادي يختاروا واش الماراثون ولا السمي ماراثون ولا 10 كيلومترات بالتذكير إن شاء الله الرحمن الرحيم. فالانطلاقة غتكون على الساعة 7:30 بالنسبة للماراثون، على الساعة 8:00 بالنسبة للسمي ماراثون، والساعة 8:40 بالنسبة إن شاء الله الرحمن الرحيم 10 كيلومترات. جميع الانطلاقات غادي تكون هنا مرتبطة.